محطتنا التالية أريج راح نحكي فيها عن عالم التدريب والتأهيل وأهمية وخصوصا بالوسط الإعلامي، فعملية التدريب والتأهيل لا تكون فقط ببداية العمل أو قبل الالتحاق به، بل هي عملية متكاملة متواصلة حتى بعالم الإعلام. لنتعرف أكثر على تفاصيل هالعملية بصرنا نرحب بضيفنا الصحفي الأستاذ غسان فطوم، رئيس مكتب التأهيل والتدريب في اتحاد الصحفيين. يسعد صباحك. صباح الخير لكل صباح المشاهدين الخير. الإخباريين السوريين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني عملية التدريب والتأهيل، يمكن كل شخص بنظره أنه هو مقبل بيكون على عمل جديد ممكن يخضع لعملية التدريب والتأهيل، لكن هي إلى منظور ثاني. خبرنا أكثر عن هالعملية، بعدين رح ندخل بمجال الإعلام فيها. طبعا عملية التأهيل والتدريب عملية مهمة جدا في أي قطاع من القطاعات، سواء في القطاع الإعلامي أو الاقتصادي أو التنموي، من أجل إعداد كوادر قادرة على مواجهة أي عمل تكلف به. خليني هون أتأسف أنا أنه نحن لا نولي الحقيقة هذا الجانب في مؤسساتنا الكثير من الاهتمام. ربما على الورق لدينا خطط لتنمية الكوادر البشرية، ولكن على أرض الواقع ربما لدينا ضعف في هذا الجانب. لذلك أنا من هذا المنبر أتمنى من كل القطاعات التنموية أن تهتم كثيرا في هذا الجانب، لأنك بالتأهيل والتدريب تحققين الجودة والنوعية في أي عمل. هلأ بالنسبة للعمل أو التأهيل والتدريب في العمل الإعلامي، أنا أيضا بعتبره مهم جدا، وخاصة في ظل الإعلام الجديد، أو خلينا نقول الإعلام المجتمعي الذي كثر القيود والحدود. لذلك اليوم نحن بحاجة لهذا التأهيل والتدريب، فالتأهيل أصبح حاجة وضرورة، حاجة لاكتساب مهارات جديدة وصقل خبراتنا القديمة، وضرورة للذين سيدخلون إلى سوق العمل من أجل الدخول إليه من أوسع أبوابه. لذلك بالمختصر نحن بحاجة إلى إعلاميين وصحفيين من طراز هذا القرن، قادرين على حمل الرسالة الإعلامية والوصول إلى المشاهد بتقنية عالية بجودة عالية، وبالتالي نكون نحن قد جسرنا الفجوة أو المقولة التي تقول هناك فجوة ما بين الإعلام الوطني والمواطن. لذلك نحن نأمل أن نهتم نحن كمنظومة إعلامية بهذا الجانب. كمان التأهيل والتدريب بالمجال الإعلامي هو استثمار للمستقبل. كيف يعني استثمار للمستقبل؟ عندما تعدين كوادر قادرة على حمل الرسالة الإعلامية تستطيعين مواجهة أي أزمة. تلاحظين في الأزمة الحالية إحنا حربنا كان بالأساس هي حرب إعلامية. ربما منظومتنا الإعلامية في البداية لاقت يعني أو تعرضت لصدمة، ولكن سرعان ما استفاقت من هذه الصدمة. لذلك نحن بحاجة إلى كوادر إعلامية، بحاجة إلى خلية أزمة جاهزة مدربة للوقوف في وجه أي خطر إعلامي من أجل الإضاءة على الحقيقة للشارع الذي يتابعنا، ورغم كل شيء يثق بنا، فيجب أن نكون نحن أهل لهذه الثقة. هون بيجي الدور اللي كثير مهم لعملية التدريب والتأهيل. نعم. لكن يعني بدك أنت تنقلي الإعلام السوري أو الصحافة السورية من حالة تقليدية نمطية إلى حالة مبدعة. اليوم أنت يعني تعرفي قديش في فضائيات، تعرفي قديش في وسائل إعلام، يعني كل وسيلة إعلامية من حقها أن تبحث عن التميز. فبالتالي عندما يكون لديك هذا الطاقم المؤهل والمدرب جيدا، أنت تستطيعين أن تراهنين على المحطة أو على الصحيفة أو على الإذاعة أمام الجمهور المشاهد أو المستمع أو حتى القارئ. نعم أستاذ غسان، مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه عملية التدريب والتأهيل هي قبل العمل وبعد العمل، هذا يعني أنه هي عملية مستمرة دائما، خصوصي في تطور بالإعلام. دائما نحن بنسعى بالارتقاء بكل ما هو جديد، فعملية التدريب والتأهيل لأي حد مداها واسع. طبعا هي عملية مستمرة كالتعليم تماما، يعني لا تتوقف عند حد. نحن اليوم كل يوم بحاجة إلى تأهيل وتدريب، يعني أي واحد منا، أي إعلامي سواء كان ابتدأ اليوم أو حتى وصل إلى مفصل إداري كبير، بحاجة إلى التأهيل والتدريب. يعني التأهيل والتدريب ما أنا شغلي والله أنه فقط يعني برستيج، لا، حاجة كما قلت لك حاجة وضرورة إذا كنا نريد أن نصل برسالتنا الإعلامية إلى المواطن بشكل جيد وبشكل يجعله يلتصق بالشاشة الوطنية ويلتصق بالصحيفة الوطنية ويكون حريص تماما على
على أن تكون هي الأولوية بالنسبة له. لذلك أنا أتمنى من كل الإعلاميين أن يولوا هذه الثقافة أهمية كبيرة. يعني التأهيل والتدريب ما أنا يعني بالمعنى العام ما نعيب، بالعكس هو حاجة، لأن يعني أنا حتى أكون متميز يجب أن أتدرب، يعني يجب أن أتدرب. لكن للأسف هناك يبدو هناك فيه خلل بهذا الموضوع، إذا بتحبي ممكن نحكي عنه يعني. طيب طيب تماما، يعني هلا هون موجود خلل، لكن نحن كيف بنقدر نسعى لنشر ثقافة التدريب والتأهيل بمجتمعنا؟ تماما. هلا شوفي هون في صعوبات، طالما دخلنا على الصعوبات وعلى الخلل، هلا في صعوبات بتواجه عملية التأهيل والتدريب، ربما مو بس في سوريا، ربما في كل العالم. يعني هلا نحن بسوريا، انا فيني لخص لك اياها أهم المعوقات أو الصعوبات التي تواجه عملية التأهيل والتدريب، هو الفجوة ما بين الدراسة الأكاديمية والمهنية. يعني مثلا الطالب يتخرج من كلية الإعلام لا يجد عمل بشكل مثلا مباشر، ربما يتعذب فترة طويلة، فبالتالي صار هناك فجوة بين التأهيل، بين العملية الأكاديمية والعملية المهنية، خاصة في ظل أيضا وجود ضعف في الجانب العملي في كلية الإعلام. أيضا هناك فجوة بين، خلينا نكون صريحين، بين المؤسسات الإعلامية والكوادر الشابة التي تريد أن تدخل إلى سوق العمل. أنا أتذكر عندما كنا طلابا في قسم الصحافة آنذاك بالتسعينيات، كنا بصراحة نجد صعوبة في الذهاب إلى بعض المؤسسات الإعلامية. بعض المؤسسات كانت تفتح لها أبوابنا، وبعضها الآخر ربما كنا نجد صعوبة. أيضا هذه عملية كثير حقيقة مهمة، يجب حقيقة أن نعمل عليها. يعني هذا الطالب سوف يكون زميلا لنا في المستقبل، لذلك يجب أن نسخر كل إمكانيات المؤسسات الإعلامية لخدمة هذه الكوادر الشابة. النقطة الأهم في الصعوبات أو في العقبات هي الثقافة، ثقافة التأهيل والتدريب حقيقة بتحسيها غير موجودة في الوسط الإعلامي، ما بعرف يعني ليش، فبتحسي ما في رغبة عند بعض المتدربين حقيقة للتدرب، وهذا الشيء لاحظته أنا من خلال الدورات التي أقمناها بالفترة السابقة. كان المتدربون فينا يعني أقسم لك إياهم على ثلاثة أقسام، واحد جاي فعلا بده يتدرب ويكتسب خبرات، والآخر جاي من أجل أن يحصل هذا قد تفيده في ترقية إدارية أو ترقية مثلا مادية. تماما يعني تمام، فرز حقيقي يعني. يعني أنت من خلال هذه الدورة، هي عبارة عن 30 ساعة وربما أكثر، فمن خلال هالثلاثين ساعة تستطيعين أنت من خلال الحراك اليومي من للمدربين خلال تفاعلهم تماما فهم. يعني فيك تصنفي أنه هذا الصحفي يريد أن فعلا يكون يستفيد من هذه الدورة، والآخر فقط يريد شهادة. لذلك أنا أتمنى أن لا نضيع الوقت. اليوم نحن في وقت لا مجال فيه لتضييع الوقت، لذلك خاصة بالنسبة للإعلام، نحن في عصر الإعلام الجديد، عصر الميديا، السوشيال ميديا، يعني كل شيء صار خطير، فبالتالي حتى نكون نحن قادرين على مواجهة أي خطر إعلامي يجب أن نتأهل، يجب أن نتدرب بشكل جيد حتى نكون فعلا قادرين على المواجهة. أستاذ غسان، بالفترة الأخيرة عم نلاحظ وجود دورات وإعلانات عن هيدي الدورات لأشخاص لا يمتون للإعلام بصلة، دوركم كاتحاد صحفيين، كعالم مؤهل للدرب، شو موقفكم من هيدي الدورات؟ فعلا يعني هذا الشيء يعني صار غريب جدا. يعني فعلا أنت إذا بتتابعي صفحات الفيسبوك بتشوفي إعلانات المدرب الفلاني يعلن عن دورة فلانية، الجمعية الخيرية الفلانية تعلن عن دورة إعلامية، ما بعرف يعني في فوضى في سوق بسوق التأهيل والتدريب بهذا الخصوص. يعني صارت شغلة المال وشغلة، واحد بده يعني يحاول يجمع مصاري او بيعمل دورة إعلامية، فهذا امر خطير الحقيقة. نحن في اتحاد الصحفيين تنبهنا الحقيقة لهذا الامر، وفي حتى في حمص، لما كنا في حمص في الوقت الذي كنا كانت الدورة الإعلامية تجري في حمص، كان هناك دورة في الظل، لا حتى مو في الظل، في العلن، يعني دورة أحدهم يدعو لإقامة دورة إعلامية. إذا قارنت المبلغ الذي يؤخذ من اتحاد اللي فرضه اتحاد الصحفيين والمبلغ اللي في فرق هائل جدا، نحن دوراتنا مجانية، نحن عندنا مسؤولية اجتماعية ومسؤولية مهنية تجاه زملائنا، بس بالطرف الآخر بتحسي إنه دورة
لا يعني دورة أهمية أنا فيني أعتبرها يعني تماماً. دورة ما فيها أي معايير وأي مقاييس التأهيل والتدريب أبدا. لذلك نحن في صدد مخاطبة الجهات المعنية في كل محافظة، مخاطبة الوزارات المعنية لوضع حد لهذه الدورات، لأنها تشوه بصراحة، تشوه سمعة الإعلامي السوري، تشوه المخرج المنتج الإعلامي السوري. ونتمنى من وزارة الإعلام ومن كل الجهات أن التعاون مع اتحاد الصحفيين في وضع حد لهؤلاء السماسرة. أنا بعتبرهم سماسرة بصراحة، لأنهم كما قلت لك هدفهم ربحي وليس تماما وليس تطوير المنظومة الإعلامية السورية أو تطوير الخطاب الإعلامي السوري الذي نحن بحاجة إليه اليوم ليكون قريبا جدا من المواطن. أستاذ غسان، لكل شخص عم يتابعنا هلأ ومهتم بهالدورات اللي عم تقوموا فيها، خبرنا أكثر شو نوعية الدورات يلي حضرتكم قمتوا فيها، ورح نحكي كمان شو يلي رح تقدموه عن جديد. طبعا هلأ نحن في إطار خطة عمل أمانة التأهيل والتدريب في المكتب مكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الصحفيين، حقيقة وضعنا من ضمن أولوياتنا الاهتمام بالجانب المهني للزملاء الإعلاميين. الحقيقة لدينا خطة عمل تتمحور حول إقامة دورات تدريبية في التحرير الإعلامي في دمشق وفي فروع الاتحاد بالمحافظات الأخرى. البداية كانت من حمص، وحقيقة كان الإقبال كتير جيد كما توقعنا تماما، لأنني بين قوسين أقول هناك جوع من قبل الإعلاميين للتدريب والتأهيل، لأن كما ذكرنا بداية حديثنا هناك فقر في هذا الجانب، هناك حاجة لهذا الجانب. فبدأنا بحمص وكانت عدد المشاركين كتير كبير جدا، حتى عندما انتهينا طالبونا بدورة أخرى. فطبعا في الأيام القادمة سوف نكون معهم في دورات أخرى. أيضا لدينا دورات مكملة ومتممة. لا نحن كل عام سنقوم بدورة تدريبية في محافظة. أحد الاتحاد له عدة فروع، له فرع في حمص، له فرع في طرطوس، في اللاذقية، في حلب، ومؤخرا نحن على وشك افتتاح فرع في السويداء ويضم صحفي السويداء ومحافظة درعا. طبعا هناك دورة مركزية ستكون هنا. نحن اليوم خلال هذا العام حقيقة نحن ركزنا على محور واحد، هو محور التحرير الصحفي. هلأ في الدورات القادمة في العام القادم سوف تكون هناك عناوين أخرى للتأهيل والتدريب، رغم ربما تكون لدينا دورة مثلا في مثلا الظهور التلفزيوني، في الإلقاء الإذاعي، في مثلا العلاقات العامة. تعرفي قديش العلاقات العامة اليوم مهمة للصحفي، الذكاء الاجتماعي، الوسط الاجتماعي كتير مهم للصحفي. في كتير صحفيين بيكونوا مهنيين لكن للأسف ما عندهم قدرة على كسب الآخرين، وهلا انت مصدر معلوماتك انه هو مين هو الشارع والناس الناس. لذلك نحن راح تكون عناوين الدورات بتلبي طموح اي صحفي واي اعلامي موجود في سوريا. ايضا لدينا طموح باقامه دورات خارج سوريا للاستفاده من خبرات الدول الصديقه. سبق وأقام الاتحاد في دوراته السابقة دورة في إيران، ونحن أيضا نعمل اليوم على هذه الدورات أو إحياء هذه الدورات، لأننا نؤمن بأهمية أن يكتسب الصحفي خبرات من الغير. فبالتالي عندما يكتسب خبرات خارجية وخبرات داخلية يصبح قادرا أكثر على التعامل مع الرسالة الإعلامية. اليوم التدريب والتأهيل مو من شان أنا أعرف حرر، من شان أعرف أكتب خبر أو أظهر بشكل جيد، لا. التأهيل والتدريب يعلمنا اليوم إدارة الخبر، إدارة بيعلمك كيف تصنعي خبر، بيعلمك كل شيء، فحاجة كثير مهمة اليوم. نعم أستاذ غسان، لكل حدا هلا عم بيتابعنا وحابب يكون معكم بهيدي الدورات، كيف ممكن يتواصل معكم أو عن أي طريق يعني؟ طبعا نحن في عندنا صفحة صفحة على الفيسبوك، بإمكانه يبعث برسالة يستفسر فيها عن الدورات، بإمكانه أيضا مراجعة مكتب التأهيل والتدريب في اتحاد الصحفيين بأبو رماني، بإمكانه يتصل فيني شخصيا كوني رئيس مكتب التأهيل والتدريب. نحن حريصون جدا أن تكون إعلاناتنا أو تكون نشاطنا لكل الزملاء، حتى الدورات التي نقوم بها نقوم بالشريط الإخباري أحيانا بالإعلان عنها، أيضا من خلال فروع الاتحاد بالمحافظات يتم الإعلان قبل شهر عن هذه الدورات. لذلك هي متاحة للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية بالقطاع الخاص أو العام، وحتى الراغبين حقيقة بالخضوع لهذه الدورات. يعني هي مفتوحة وليس
هي مفتوحة وليس محددة فقط بالعاملين في الإعلام. لذلك احنا حتى تكون الفائدة للجميع عممناها وبسعر انا افتخر واقول بسعر رمزي جدا 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 وهو لا يعني لا يذكر صراحة. يعني اكيد جهود كثير كبيرة عم تبذلوها والى اهداف هامة بالمستقبل. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. وشكرا استاذ غسان، بدنا نتشكر وجودك معنا ودائما املنا كبير بكوادر قادركم ليرتفع مستوى إعلامنا بالعالم كله، وبدنا نتمنى لك التوفيق. الله يخليك، وأنا بتشكرك وبتشكر الإخبارية اللي حقيقة عطتنا فرصة للإضاءة على عملنا بالمرحلة الحالية واللاحقة، ونتمنى كمان تدعمونا بهذا المجال لأنه بالنهاية كما قلت نحن بهدفنا ننقل منظومتنا الإعلامية أو خطابنا الإعلامي من خطاب تقليدي إلى خطاب متطور قادر على المواجهة وقادر على تلبية رغبات وطموحات المواطن السوري. نعم إن شاء الله. شكرا كثير لك.